جريمة قتل بشعة ومرعبة وقعت في العراق وتحديدا في مدينة الغزالية ببغداد نهاية شارع المركز. الضحية هي امرأة تدعى زينب عبد أحمد جزوع، تبلغ من العمر 43 عام. قتلت في منزلها بعد أن اقتحم شخص مجهول منزلها وطعنها بآلة حادة. وفي أخبار تفيد بأنها قتلت على يد أبناء أختها من سكنة منطقة أبو غريب بعد خلاف حول الزواج من ابنتها. الحادثة وقعت صباح يوم الخميس وكان المنزل خاليا من السكان باستثناء الضحية. وفور وقوع الجريمة فر القاتل إلى جهة مجهولة. قامت قوة أمنية بمباشرة التحقيقات وتتبع كاميرات المراقبة لمعرفة هوية الجاني. نسألكم في التعليقات الدعاء لزينب بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلها وزويها جميل الصبر والسلوان.